مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم استعراض الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع الأحد والاثنين وحتى يوم الثلاثاء. أجواء درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدل، بتميل إلى الدفء النسبي في ساعات الظهيرة، لكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر، لكن بعد الثلاثاء انخفاض واضح على درجات الحرارة وأمطار بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة. مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول مكانك المفضل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على نبدأ من يوم الأحد باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من المعدل على الأقل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية في معظم مناطق المملكة. الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية وخاصة العالية، وأيضا درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين 3 إلى 5، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرى 12، المناطق الوسطى العظمى 19 والصغرى 10، المناطق الجنوبية 17 العظمى والصغرى 10، الأغوار والبحر الميت 27 إلى 15 درجة، وخليج العقبة 26 إلى 14 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء التي تميل إلى الدفء في ساعات الظهيرة، لكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل والمساء وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 19-9، المرتفعات الجنوبية 16-7، الأغوار والبحر الميت 25 إلى 14 درجة مئوية، وخليج العقبة 24 إلى 11، والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 6، والبادية الشرقية 21 إلى 6 درجات مئوية. يوم الثلاثاء بتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ومنخفض جوي، وأيضا هذه الكتلة رطبة، وبالتالي يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وملموس، بحيث تصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة بإذن الله. فالمناطق الشمالية العظمى المتوقعة 13 والصغرى 11، المرتفعات الوسطى 12-9، والمرتفعات الجنوبية 11-6، الأغوار البحر الميت 22-12، وخليج العقبة 20-10، البادية الجنوبية الشرقية 14-6، والبادية الشرقية 18-6 درجات مئوية. يوم الأربعاء استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، فتستمر الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، أيضا تبقى فرصة هطول الأمطار موجودة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 13 والصغرى 9، المرتفعات الوسطى 12-7، والمرتفعات الجنوبية 9-4. وبنلاحظ أن الأجواء راح تكون باردة أثناء الليل، باردة نسبيا أثناء النهار، الأغوار والبحر الميت 19-10، وخليج العقبة 18-9، والبادية الجنوبية الشرقية 13-4، والبادية الشرقية 18-4 درجات مئوية. يوم الخميس تبقى الأجواء باردة مع حدوث انخفاض آخر على درجات الحرارة، تقل شدة الأمطار لكن تبقى الأجواء باردة غائمة جزئيا، أيضا تبقى فرصة هطول الأمطار خاصة في المناطق الشمالية والوسطى واحتمال لبعض المناطق الجنوبية، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 11 والصغرى 9، المرتفعات الوسطى 10-8، والمرتفعات الجنوبية 9-4، والأغوار البحر الميت 17-10، وخليج العقبة 16-10،
والبادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 4 والبادية الشرقية 17 إلى 4 درجات مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله بتتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد وكتلة هوائية باردة ورطبة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة الغبار والأتربة قبل الهطول في المناطق الجنوبية الشرقية أو مناطق البادية وأيضا المناطق الشرقية، وتصبح الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة وغائمة وماطرة بإذن الله، لكن الأمطار تشتد غزارة بعد ظهر يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت بإذن الله، لتصبح أكثر برودة والأمطار أكثر امتدادا وأكثر شدة. درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 11 والصغرى 6، المرتفعات الوسطى 11 إلى 5، المرتفعات الجنوبية 8 إلى 5، الأغوار والبحر الميت 17 إلى 10، وخليج العقبة 17 إلى 9، والبادية الجنوبية الشرقية مغبرة ورياح نشطة، ويتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح 11 إلى 3. كذلك الوضع أيضا في المنطقة الشرقية، إثارة الغبار والأتربة نتيجة نشاط الرياح وإثارة الغبار والأتربة، وبالتالي العظمى بتكون 16 والصغرى 3 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة. مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول، مكانك المفضل.